بسم الله الرحمن الرحيم المشاهدون الكرام اينما كنتم نسوق اليكم تحايا عطرات وامان نضرات وامالا غير عاطلات والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته والصلاه والسلام على رسولنا الامين محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه الميامين صلاه دائمه الى يوم الدين وبعد حلقة جديدة من برنامجكم رأي الغلابة نتجه فيها إلى جنوبنا الشرقي إلى النيل الأزرق ولاية النيل الأزرق حيث المك أبو شوتال مك الهمج الحقيقة أنا دائرة نبذة صغيرة عنه بعيدا عن موقف الميدان الآن يعني هو مك قبيلة الهمج وهي قبيلة ممتدة منذ السلطنة الزرقاء ويعتبر امتداد لمجموعة القبائل التي خرجت من صلب السلطنة الزرقاء أو سلطنة سنار المك ابو شوتال الحقيقه كانت لديه كثير من التحركات التي كان يعتبرها النظام البائد متمردة وحكم عليه بالإعدام في وقت من الأوقات وأيضا من الناس اللي كان عنده قضية كمان المك أبو شوتال من حيث التكوين الشخصي له رجل مفوه جدا متعلم يجيد اللغتين العربية والإنجليزية بطلاقة معقولة وقضيت الأساسية تنطلق من قضايا كثير من أبناء الأقاليم السودانية أو الولايات السودانية وهي قضية المركز والحامش أن هنالك مشكلة موجوده في المركز على بسبب اعتماده على نخبه نيليه محدده الشكل والتكوين واللسان والثقافه وغيره أه بينما الاخرون يعني أه يرتعون أه في ظل التخلف و يعني أه الظلم في تقسيم السلطة ما عندهم شير كويس في كل المجالات خاصة القوات المسلحة حينما يعني تسمع يتحدث بشكل عام تحس انك امام سوداني يعني قادر على التحليل الجيد بعيدا عن اختياره ان يقف الان في معيه الدعم السريع يعني هو هو ليس جنجويد آه لانه لا ينتمي لهذه المجموعه وعنده راي في العروبه نفسها وعنده اراء كثيره جدا جدا تبعد آه من ان يكون تحت مظله آه جنجويد يدعون العروبه لكن اجتمعت المصالح في الحرب ضد المركز وأنا هنا بقول المركز بدون تحديد المركز بنخبته النيلية التي يعني استولد على كل شيء من السلطة والثروة والتعليم والتقدم والفرص الأفضل و إلى آخره آه لما يعني كان عنده حديث آه الحقيقه ممتاز جدا جدا في مؤتمر وقف العدائيات اللي كان في النيل الازرق واللي كان تحت رعايه عبد الرحيم دقلو وربما منذ تلك اللحظه آه يعني استولدت الظروف بيئه مناسبه لكي يكون اقرب هو للدعم السريع منه الى الجيش آه يعني فدي واحدة من الأشياء المهمة بتاعته أيضا لما تحس إنه هو بيتكلم فبيتكلم كسوداني يعني ما 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 فقط هو من أبناء النيل الأزرق ولو لو, لو لو حاولت تفسر القصة دي من ناحية اجتماعية حتلقاها آه تتناسب مع شخصيته لأنه هو آه أحد أحفاد السلطنة الزرقاء اللي هي كانت بتحكم السودان واللي هي واحدة من محددات تاريخ السودان الحالي انه بدأ بالسلطنة الزرقاء ثم انتهى بالسودان اللي احنا بنشوفه ده جاءت بعدها طبعا الثورة المهدية وما الى ذلك فلذلك يعني ليس غريبا ان يتحدث باسم السودانيين بشكل جامع ان احنا هنا ما في الحلقة دي ما عايزين يعني الحقيقة الظروف أنا كنت أتمنى أن أن يكون لدي حلقة خاصة فقط ب يعني بعض القادة الميدانيين اللي انضموا للدعم السريع لكنهم ما جويد وكان واحد من الفراسي المك أبو شوتال وآخرين يعني سنت يعني قد يأتي الحديث لذكرهم لكن ده ما غرض الحلقه دي، الحلقه دي ما كان غرضها هنا انه اتحدث عن ابو شوتال، انا بتحدث عنه هنا عشان تعرف من هو ابو شوتال اللي احنا عايزين نستدل به على كلام احنا تحدثنا به في حلقات سابقه. لذلك الكلام اللي احنا قلنا ده بس عشان يورينا من الشخصيه دي اصلا، يعني دي شخصيه يعني هو في بلاده أو في منطقته هو مك شخص من أصحاب الرأي ومش بس من أصحاب الرأي وإنما من أصحاب, أصحاب الحل والربط يعني في منطقته وكان يمكن أن يكون أكثر من ذلك لولا الظروف الموجودة عندنا أو اللي احنا بنعيش الآن في السودان من الحرب التي جعلت السودانيين يعني بشكل أو بآخر إما مع الجيش أو مع الدعم السريع بعيدا من أنه قرار نفسه صح أو خطأ دي وجهة نظره هو يحاسب عليها لكن هو حينما تسمع خاصة إذا يعني الناس أنا أحيل كل المشاهد المشاهدون الكرام أحيلهم إلى اليوتيوب اليوتيوب دي أصبحت مخزن كبير جدا يمكن للناس أن يستدلوا ببعض الأشياء ويقدروا يحللوا الامور بشكل طيب يعني يرجعوا لل... ال ال, ال... آ... يرجعوا الى اليوتيوب عشان آ... يشوفوا آ... مؤتمر وقف الاعدائيات اللي كان في الدمازين على ما اعتقد واللي آ... رعاه عبد الرحيم دجلو هو اللي جاهم آ... هناك وتشوف الراجل ده بيتكلم كيف وعدد النقاط التي اثارها في ذلك الوقت وكيف تفاعل معه الحضور لانه رجل مفوه وبعدين خطابي وخطابه فيه في تحس فيه بالزعامه بقدرته على ان يكون زعيما ومك بحق وحقيقه بعدين اختار غلط ده موضوع ثاني آه نحن ما دايرين نحاكمه الآن في هذا الخطأ يعني نريد فقط أن نستدل به لما سنأتي وعشان نحن نستدل به آه لما نريد آه عندنا فيديو مصاحب نحو أربع دقائق ونص كده أنا عايزك تسمعوا هذا نشكر نحن صاحب هذا الفيديو أنا بكل أسف لا أذكر اسمه ولكن تابعته عنده حلقات جيدة يعني بيقدمها مع بعض الناس بس انا عايزك تسمع الكلام اللي قاله ابو شوتال الكلام ده قبل فتره يعني الفيديو ده ما ظهر مس انا جبته لا الفيديو ده قديم شويه له شهرين او ثلاثه آه تقريبا ربما في هذا الوقت لكن هذا الفيديو احنا كنا تحدثنا عن امر شبيه له في اكثر من حلقة وهو ما يعني اسميناه او اطلقنا عليه مصطلح هلال الموارد الاقتصادية الذي يمتد من الجنينة الى ان يصل في تصور الخاص الى ان يصل كسلا ويصل القضارف ويصل اروما ويصل كل هذه الاماكن والقصه دي هتتعامل بغرض ما سعي يعني زي ما احنا قلنا هذا الغرض لكن انا دلوقتي هحيلك الى هذا الفيديو عشان تسمع ب آه يعني اذنيك ماذا يقول هذا الرجل وماذا يبتغي الدعم السريع من تحرك الميداني الان تعالوا نشوفه كده وبعدين نرجع نتكلم مره ثانيه حبيبي انا بديك حاجه واحده دار اديك حاجه واحده انت عارف الان 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 احسب الشهر الجاي ولايه سنان ولايه سنان ولايه النيل الازرق ولايه النيل الابيض ولايه كردوفان ولايه دارفور هتتقطع من الشهر الجاي هتكون مفصوله من من السودان كومبليتلي مم؟ ده فسد, فسد. هتكون مفصولة كومبليتلي سواء كان حرب أو عوامل طبيعية الاثنين معا الاثنين معا حرب أو عوامل طبيعية بتاعت ربنا كل الولايات دي هتتفصل تماما من من العاصمة العاصمة الوهمية في بورسودان <applause> أه؟ انا بزعل البرهان بعد الفتره دي صدرت شنو؟ صدرت شنو؟ صدرت مواشي سمغ عربي صدرته قطم صدرته بعد مدني ده انا دا عنده مخ حبيبي ما آه في دولار بيجيك ياي الدولار اللي بتتبجح بيه اللي بيصدروا لك ديل باي باي الولايات دي حتتفصل تماما بعد شهر يعني الولايات دي حتنفصل يا بحرب يا بعوامل طبيعيه انفصال انفصال اقتصادي يعني عوامل الخريف يعني الان ولاياتك دي كلها مربوطه بشارع تراب واحد انا بكره بعد بكره بيستلموا عسكريا وهيجي عليهم موسم بتاع خريف موضوعك انتهى انت حتنفصل من الولايات الشرقية كلها حربا وعوامل طبيعية بتاعت خريف ما عندك حاجة تاني حتصل بسودان كيف لا وإلا لو أي ولاية إن إن زي إن ما بيقولوا حدود مفتوحة مع دولة الجوار إثيوبيا أو جنوب السودان أو تشاد أو ليبيا يبقى انت انت يا ياسر العطل بتقتل الولايات شنو؟ بنسالك السؤال ده يا ياسر العطل ها؟ وفرت للناس المرضى والعيانين كميه العلاج الغذاءات وفرت عليهم يا ياسر العطل بتقول حرب خطتك شنو الاقتصاديه لشعبك؟ السائقة من الحرب ده يا ياسر العطل وفرت لهم شنو؟ كده انتوا ماشيين بور السودان هل في نيه انكم تمشوا على بور والشمال وبتين الكلام ده؟ والله نحن يعني ماشيين كل ولايات السودان لانه بتعنينا والشعب ده بيعنينا لانه شعب يعني انا ما دار اقول مهمش لكن شعب زي ما بيقولوا يعني مختصب ارادته إرا كل ولايات السودان شماليه بورسودان السودان كسلا القضارف اوكي سناره هو احنا على النيل الابيض احنا فيها الان في جزء من 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 اراضي النيل الابيض موجودين وخدماتنا واصله للمواطنين اوكي وتعاملنا مع المواطن واصل فرق كبير ما بين تعامل الدعم السريع ومليشيا دوله 56 في فرق كبير جدا في بنصل الولايات لكن 200 دي خطه عملياتيه نحن ما زيهم ما زي ابو زي ناس كباش يجي القطار يقول لك ادوني كلام قوي انكم ماشيين مدني لا 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 احنا تلقانا بس قدامك احنا مدني دي من جينا قلنا للناس جايين تلقانا قدامك بس لكن 200 ما عندك بها شغل لكن بنجيك بنجي السودان نجي شندي لكن 200 بخطة خطه بتاعت عمليات ما مسموح انه اي قائد يبوح بها إحنا سمعنا الفيديو كلنا دلوقتي وأدركنا ما يقاله الرجل ويعني عزم الدعم السريع على قطع الطريق أمام الجيش في ما يختص بمناطق الموارد الاقتصادية أي مناطق الإنتاج وتحدث بصراحة شديدة جداً وقال انه سيتم فصل سبع ولايات نهائي عن العاصمه المؤقته بورسودان والسبب هو منع الموارد الاقتصاديه بشتى اشكالها من الوصول الى بورسودان وانا اضيف الى هذه السبعه انه ممكن يكون معاهم يعني بقية البطانة وأيضا القضارف الفاو القضارف كسلة وحتى الفشقة في الحدود الأفريقية الأثيوبية الغرض تكوين هذا الهلال لخنق حكومة بورسودان المؤقتة أو حكومة الأمر الواقع في بورسودان قصدا ومعنى الكلام ده احنا قلناه ولم يصدقنا احد الان ان احنا نتحدث فيه عن من فيه آه ابو شوتال اللي هو واحد من القادة بتاعين الدعم السريع اللي اوكل ليهم منطقة آه الجزيرة المنطقة الوسطى في السودان خلينا نقول عشان نتكلم على المنطقة الوسطى بين ضفتي ال... ال... النيلين النيل الازرق من ناحيه والنيل الابيض من ناحيه ثانيه حتى ربك وحتى الحدود الجنوبيه للسودان الحديث اللي هو السودان الشمالي السودان اللي احنا فيه ده وهو واحد من القاده ديل مع الشيبي وغيرهم اللي اوكلت لهم هذه المساله وقال نحن حنقطع هؤلاء وحنبعدهم من الجيش اما عنوه عن طريق الحرب او بواسطه المانع الطبيعي واحنا قلنا الكلام ده قبل كده وقلنا المانع الطبيعي ده مقصود به الخريف زائدا الفيضان اللي هي حتخلي الحركه بتاعت الجيش صعبه خاصة قلنا إن الجيش عنده مشكلتين الآليات الثقيلة التي تحتاج إلى أهداف ثابتة بينما الدعم السريع بيتحرك بأهداف متحركة دي واحد وحركة سريعة ومفاجئة وبالتالي هنالك إشكالية رغم إنه الدعم السريع في المنطقة بتاعة الوسط برضو قلنا الكلام ده المرة اللي عنده مشكلة بتاعة إمداد بشري وإمداد بتاع عدة وعتاد عشان يستطيع ان يفعل كل هذه الامور دلوقتي عندنا مدن مهمه جدا حتى الان لم تسقط في يد الدعم السريع لكن الدعم السريع يناوش فيها بقوه الابيض مثلا اللي هي تم حصارها عن طريق قفل الطريق بتاع بوابه وبار وكذا وفي نفس الوقت جات الفوله من عند قدام من هنا ايضا تم حصار الفاشر حتى هذه اللحظه نتمنى ان لا يحدث شيء في كل ده والان آه نتحدث نحنا عن, عن سنار وكمان هنالك مناو يعني مناوشه في الشمال بوصول الدعم السريع الى آه محليه آه آه حجر العسل اللي هي دي آه شمال آه الغربي لشندي وعلى بعد 16 دقيقه آه اللي هي نحو اربعين الى خمسين مايل او كيلو مايل ب... آ... يعني حسب جوجل آ... من آ... آ... شندي دي مسائل مهمة جدا يا جماعة نحن الكلام اللي بنقوله ده لا نقصد فيها التقليل من الجيش ولا نقصد فيه تعظيم آ... ما يفعله الدعم السريع لكن نقصد بيه انه دي الحقيقة على الارض وده الناس بتفكر كده آه ربما يكون هنالك واتوقع ذلك يعني الجيش عنده استخبارات وعنده امن وكده وبالتاكيد يعرف هذه المسائل ويستطيع ان يحلل آه خبراءه مش اللي بيسهروا في آه في آه الإعلام وإنما خبراء الحقيقيين يستطيعوا أن يدركوا من التحركات بتاعت الدعم السريع هم بيقصدوا شنو ومناوين على شنو لأنه دي مسألة بتاع التحليل يعني أنت حتى لو ما لو ما تابعتها وعرفت إنه والله هم الدعم السريع ده متجه إلى سنار أو بيحاول أن يستلم سنار يبقى أنت على طول كزول موجود في الاستخبارات بتدرك المرامي وراء هذا الأمر لما نقول والله متجهين ناحية المدينة الفلانية تدرك من أهمية هذه المدينة وموقع الجغرافي والاستراتيجي والاستراتيجي العسكري كل هذه الأمور تقدر تستطيع أن تحلل بدقة شديدة جدا جدا وتقول والله القصد من هذا الأمر واحد اثنين ثلاثة. ودي مساله غايه في الاهميه مهمه جدا يعني آه يعني ان ان نقول هذا الكلام ومهم جدا جدا ان ندرك انه الدعم السريع ده اخذ من الجيش الكريمه بتاعته دون ان يعلم الجيش او حتى بعلم الجيش يعني آه يعني آه آه العمليات آه جنود اللي كانوا في العمليات كلهم شالوا الدعم السريع الجنود اللي كانوا في الاستخبارات ضباط اللي كانوا في الاستخبارات كلهم شالوا من الدعم السريع، وبالتالي الدعم السريع يمتلك دير يعني بيانات كبيره كثيره جدا وعنده تحركات من الناحيه العسكريه يمكن ان توصف بانها جيده. يعني فدي مساله محتاجه للتعامل معها بشكل جيد وتحليل الأمور بشكل جيد أنا لا أدعي إنه ما في ناس بتحلل بشكل جيد ربما هنالك من يحللون بشكل أفضل مننا خاصة إنهم هم ده تخصصهم العلوم العسكرية ده تخصصهم يعني الإستراتيجية ذاتها كعلم ما قام بر الجي بل العسكرية هو جزء مهم من علوم العسكرية ثم بعد ذلك تم تطبيقه على العلوم الأخرى يعني العلم بتاع الاستراتيجي ده ده علم عسكري اساسا ده ما علم بتاع مدني لكن تم تطبيقه لانه علم تم تطبيقه على العلوم الاخرى واصاب نجحا كبيرا يعني في القصه دي لذلك المساله مهمه جدا القاده بتاعنا الدعم السريع دي لما يتكلموا يجب أن تستوعب هذا الكلام وتقدر تفنده بص لما اثنين فطاحلة يلعبوا شطرنج بمجرد ما تتحرك قطعة من مكان لمكان المنافس على طول بيحاول أن يفهم لما تحركت هذه القطعة من المربع رقم كذا إلى المربع رقم كذا وبيبتدي بسرعه شديده جدا يفسر هل هذا التحرك للهجوم ولا هذا تحرك دفاعي ولا هذا تحرك الغرض منه التمويه والخداع لذلك وجب على الذين يعملون في الاستخبارات بتاعت الجيش والاستخبارات العالميه يدركوا هذه المسأله، طيب ليه انا بقول الاستخبارات العالميه؟ لأنه السودان ده الآن مليء بكل من هب ودب، بلد فيها سيوله امنيه لدرجه غير طبيعيه، وده كله بسبب اولاده من من كل الجوانب المدني منهم والعسكري، وهذه السيوله الامنيه ادت الى ما نحن فيه الآن. لذلك علينا ان نفهم ظروف الجيش الان اراد الناس ام لم يريدوا هي ظروف دفاعيه تقتضي بان يظل الجيش في معسكراته ثم يناوش مره بالهجوم ومره بالدفاع على اساس عمليات الكر والفر وفي اغلب المعارك المحدوده دائما ما يستقبل الضربة الأولى لأنه داير يدرك التحرك ده سبب شنو وما داير يفقد الكثير من عدته عذاته وأهم من ذلك كلهم البشر العسكري ده لما يموت أغلى من السلاح اللي هو كان شايله وأغلى حتى من الموقع اللي هو كان فيه لأنه استعادة هذا العسكري مرة أخرى عن طريق البدلاء صعب وبالتالي نحن نتفهم الكي... يعني الطريقه واستراتيجيه الجيش في التعامل مع آ... الدعم السريع بشكل عمومي بعيدا عن راينا في الدعم السريع شنو وبعيدا عن راينا في الجيش نتكلم دلوقتي فنيا يعني لذلك نحن يعني ما عندنا اشكاليه لذلك نحن بنقول امشوا يا جماعه جده امشوا شوفوا حل توافقي نصل فيه الى نتيجه حتى لا يضام الجيش اكثر من كده الناس دي الامور دي مفتوحه عندهم في الحلقه الفاتة انا ذكرت ان هنالك اخبار تقول ان في هنالك 1200 تاتشر بكامل عتاده في طريقه الى الفاشر دخول هذه المساله إلى الفاشر يعني سقوطها بشكل عام غير كده بتسمح لبعض اللي كانوا قاعدين محاصرين الفاشر بانهم ينسحبوا ياخذوا جمع ثم ينضموا الى اخوانهم في وسط السودان وده اذا حصل حيحقق لهم المراد اللي هم عايزينه بانه بنهايه هذا الخريف يكون هذا الهلال الخاص بالموارد الاقتصاديه قد اكتمل. الكلام ده يا جماعه احنا بنقوله من باب الوطنيه حتى للذين يرون اننا غير وطنيين يعني. يعني ويرون انه احنا والله واقفين مع الدعم، كل زول بيفسر على كيف وانت تقول كلمه من هنا ويمسك في كلمه واحده يقول والله يا اخي الزول ده جاب ابو شوتال لما ليه معناه هو طوع ما بيفهم انه احنا يعني يمكن ما يستمع لكل الحاصل لكن المهم انت الزول ده وقلت فيه كلمه بسيطه مسك الكلمه دي وافتكر انه انت ماشي في هذا الاتجاه او العكس انت قلت والله يا اخي البرهان ده عمل حاجه كويسه وبتاع طوالي انت مشيت في هذا يبقى انت كوز وانت كده فكروا يا جماعه احنا بنحلل احنا ما عندنا اخبار خبر حسي قاعدين نقوله يعني احنا بنقول حاجه أوردي حصلت يعني اللقاء ده مثلا ما لي ليلة لو شهرين وانا لي ثلاثه أربعة خمسه حلقات سابقه يمكن عشرة حلقات بتكلم على هذا الهلال اللي هنالك توقع في انه يمشي يعني و, و ظل افعل ذلك الى ان يشاء الله أمراً كان مفعولا يعني كل ما يعني اجد امامي ما يثبت ما اريده فانا حقدمه للمواطن لانه في المواطن في النهايه المواطن ده هو اللي بيتضرر. يعني صحيح مثلا الدعم السريع يريد ان يعني يخنق الجيش اقتصاديا. اما هو الحرب ما هي نار بس الحرب دي فيها جزء اقتصادي. يعني انت مثلا زمان ناس ايام يعني الناس وقفت في بدري ليه مثلا؟ ليه جات وقفت في ما في 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 بدر في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبدر الكبرى ليه ما عشان موارد المعده وده جزء من الحرب الاقتصاديه يعني ما موقع استراتيجي بس ده موقع استراتيجي وفيه كمان حرب اقتصادية يعني فلذلك يجب ان تفكر يعني الناس دي عايزة تعمل شنو طيب لما تخنق المواطن برضو حيتخنق على الاقل المواطن خارج هذه المناطق هي هي حيتخانق حي برضه يعني ونحن قلنا انه هذه الحرب اصلا ضد المواطن كان قام بها الدعم السريع ولا كان بها الجيش ولا الاثنين معا يعني اصلا هي ضد المواطن فعلينا ان نفهم كلامنا ده كويس وأن نقيم الوضع بشكل جيد جدا وأن نقرأ الأحداث الكلام ده ما بيتقال جسافا يعني حتى كلام أبو شوتال في الكلام في الفيديو اللي إحنا سمعنا ده ده كلام القصدي منه أيضا الحرب النفسية وهو على الواقع على الأرض قاعد يحصل يعني إحنا قاعدين نشوف القصة دي على الواقع يعني على الأرض على الميدان قاعدة تحصل يعني فيبقى بالتالي علينا ان ندرك ما, ما يجب علينا ان ندركه وانه المساله ما تكون عباره عن مجرد يعني نحن ما قاعدين نتونس الوضع في البلد ما بيسمح بالتون بالونس حتى الشخص اللي بيحل الغلط ربما يقول كلمة آه يعني أو معلومة أو أي شيء من هذا القبيل اللي قد يوصل الناس إلى حل فنسأل الله يعني أن يوفق السودان ويوفق أهل السودان لما فيه الخير وعلينا أن نكون جادين بإيقاف... لإيقاف هذه الحرب ونسأل الله التوفيق تحياتي وإلى لقاء قريب إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم ما قلناه في هذه الحلقة هو رأي خاص لا نريد له ان يقع عند مخالفيه موقعا لم نقصده ولم نسعى اليه، وهذا الرأي وان كان خاصا نامل ان ينال حظه من التمحيص والتدقيق والتدارس، وان يعمل فيه المبضع عمل النطاسي البارع فالأمر لا يخضع لما تكنه الألوان والأنوال لبعضها بعضا حبا كان ذلك أو بغضا ولا نأمل إلا نصحا فقد يستبان النصح قبل ضحى الغد وعليه فإننا نؤكد أن سيكون منهجنا في الاقتراب من قضايانا السياسية منهجا عقلانيا لأن العقل لا الهوى هو الذي يعطي لقيمنا ثباتها مع تبدل الأحوال أما وقد بلغنا ما أردناه فالحمد لله اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد فضلا لا أمرا أيها المشاهدون الكرام ادعموا هذا العمل بالضغط على زر الاعجاب والمشاركه في القناه وتفعيل الجرس والتعليق وشكرا